بس انا سعيد جدا بالحوار ده، لانه الحوار ده الحقيقه بيكشف لكل جمهور النادي الاهلي قد ايه ان في حاجات كتيره جدا ما اتقالتش على وش كتير في كل البرامج. هو يعني في حاجه بقت غريبه جدا بعد كل مباراه قمه الاهلي بيكسبها، ايجاد مبررات لفوز الاهلي انه الاهلي ما يستحقش، ده الحظ يعني. ماتش 3-2 بتاع فايلر قال لك لو الماتش استمر 5 دقايق كمان كنا اتعادلنا. لا لا ماتش انا عملت انا قلت يا جماعه نظام كره القدم او قانون كره القدم ماتش 90 دقيقه، ماتش 90 دقيقه زي البعض برضه يا عويس بيقول لك ان الهدف الاولاني حظ وكره بايلك فتحت المباراه. هقول لك ده انا ازاي بعد كل اللي حصل والضغط اللي اتعمل. ممكن نقول لو محمد صلاح ما كانش يسافر ما كانش يوصل لهو دي مثلا. ماتش قفشه لو كره زيزو جت ما كانش الاهلي كسب، مع ان قبلها كره لحسين الشحات في الست ياردة اللي رقص والزمالك كان مستواه احسن. ماتش محمد شريف بتاع 2-1 اصل الزمالك ما كانش في مستواه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني رجع حقيقه طول الوقت مش غلط باين ولا طول الوقت الاهلي لا يستحق ما اعرفش ليه. وبعدين بقى الموضوع مستمر وتصدير للناس ان طول الوقت اصل لو ضربتين الجزاء ما الاهلي ما جابهمش فالماتش 3-2 وكان ممكن يخلص تعادل. الحقيقه لقيت الاهلي قدم مباراه اكثر من رائعه، اداء تكتيكي على اعلى مستوى. وبعدين ما ينفعش نقول واحد مين نجم المباراه، لان الحقيقه لو قلنا ديانج يبقى هنظلم عمرو السوليه، ولو قلنا علي معلول يبقى هنظلم البطل اكرم توفيق الوحش الحقيقه. لو قلنا محمد شريف يبقى هنظلم قفشه، لو قلنا قفشه يبقى هنظلم السردباكين المتالقين. رجع بيهم الشناوي عشان اللي عمل رجع في 20 يوم رجع بيهم يعني. هنظلم بدري بنون وايمن اشرف، وبعدين المتالق في دوره الجديد عماد النحاس الجديد حمدي فتحي العائل اللي واقف على الكوره وعصري وبعدين نظلم الشناوي كابتن الفرقه. الحقيقه لا ال 11 لعيب، ونظلم موسيماني في تغييره الخطه. فالحقيقه ونظلم الجمهور، جمهور الاهلي ال 1000 متفرج اللي كانوا في الملعب كانهم 50,000. والحقيقه ودورهم في الضغط على لعيبه الفريق المنافس اللي خلى بعض لعيبه الفريق المنافس من كتر الضغط ده موجود في الكوره على فكره. انت ما بتغلطش، ما بتشتم، ما حصلش اي تجاوز في الهتاف، هتافات دمها خفيف، تصدرت الضغط لعيبه الفريق الثاني. فالحقيقه خلت بعض اللعيبه خرجت عن تركيزها، وده دور الجمهور على فكره بدون تجاوز. والحقيقه برده في حاجه غريبه جدا انه والماتش شغال كل شويه يكتموا الصوت عشان يصدر لك ان الفريق كسبان جمهوره بيتجاوز. يا جماعه ليه؟ مفيش تجاوز. كل من حضر المباراه في الملعب قال انه لم يحدث اي تجاوز من جمهور، عشان بس نكون واضحين، لا من جمهور الاهلي ولا من جمهور الزمالك. المباراه مرت على اعلى يعني صراحه كانت حاجه ممتعه والحقيقه عشان بس يعني هنخلص الحلقه من غير ما اقول لخالد على الرابطه اديله يعني الحقيقه انه من اول لحظه في القعده بتاعتنا دي انا رهنت على الرابطه وعلى دورها.